شايفت لك شي حمار بيصير حي والحي بتفوت على حنفيه المي؟ شايفين كثير مجانين عم يحكوا صراحه. بس مش انت عم نحكي بشكل عام. هات لنشوف هالحكايه. بس قبل خليني اسالكم، حنفيه المي او الماسوره شو اسمها بالتونسي؟ سباله. سباله. وبالفلسطيني حنفيه. بس لحتى المشاهدين يكونوا عم يسمعوا، لانه في البعض ما بيعرف شو يعني الحنفيه. الصنبور باللغه العربيه. الصنبور. اصعب واصعب. نعم. هيدا كان في مزارع وعنده حمار بيشتغل بمطرح بعيد عن ضيعته بالأرض بالحقل، بيفلح وبيزرع، ولما بيرجع على بيته بيرجع هو وحماره، ومثل العادة بيريح الحمار وبيفوت بيرتاح. فبيوم لما رجع وصل هيك كان شوب كتير وعطشان هو وحماره كتير، ففتح حنفية المي، ماسورة المي، السبالة مثل ما قلت. فقام فتح وجاب وعاء كبير عباه مي وقرب هيك حماره لحتى يشرب. وهو حماره عطشان وعم يشرب هيك من أريح قلبه، قال يا الله هالحمار شو عطشان، الحمد لله على نعمة المي. ما في ثواني الحمار بيتحول بصير حية أفعى وبيفوت بقلب ماسورة المي، بقلب حنفية المي. يه كيف هيك؟ بيطلع ما في ثواني بظهر راسه الحمار من قلب الحنفية، بيطلع هيك بصير بيعمله للمزارع بوجهه هيك. يا عالم يا أهو يا أهل الضيعة، تعوا شوفوا تعوا شوفوا شو صار معي. بيجوا أهل الضيعة كله مشمر عن كمامه وحامل عصي، مفكر في مشكل، مفكر في مصيبة. شو في؟ هجم عليك الديب؟ قالوا لا حماري. شو بو حمارك؟ فات على الحنفية. ولك أي حنفية؟ هاي الحنفية. ولك كيف؟ طلعوا هيك. ولك حمار بده يفوت بقلب الحنفية؟ قالوا والله والله شفته بعيوني. قالوا لي يا زلمة هيئتك تعبان الشغل وعالشوب والحرارة عم بتطهج شوي، فوت ارتاح لك نت. في عمي والله شفته بعيوني. قالوا له خلص خلص روق روق، مصدقينك مصدقينك. وراحوا وتركوا هن، وراحوا وتركوا. بيظهر الحمار من قلب الماسورة وبيرجع حمار وبيعمل له هيك، بيطلع يا عالم يا هو تعوا شوفوا. بيرجعوا بينشوا هيك، بقول هي حمار طلع من الماسورة. ما هي قدامك طلع من الماسورة، كيف يعني كان قبل شوي بالماسورة؟ خلص يا زلمة عن جد هيئتك تعبان، فوت نام وارتاح. راح هو عم بيقول معقول أنا كنت عم بحلم؟ يعني صار هو مصدق بمطرح المطارح إنه يمكن أنا أكون بني شيء. فرجع تاني يوم الصبح أخذ هالحمار، راح زرعوا وفلحوا، رجعوا نفس الشيء، حط وعاء المي، فتح الحنفية الماسورة، ونفس الشيء هو عم يشرب الحمار، فات الحمار على قلب الحنفية ويعمل له براسه هيك، يا عالم يا هو تعوا شوفوا. بعد يصدقوه اجوا يا عمي شو بك هلكتنا من امبارح، الحمار حمار فات على قلب الحنفية المي. يا زلمة يا عيني يا تقبرني، حمول حالك ورح شوف لك شي حكيم أو ارتح لك يومين ثلاثة. ما كان حدا يصدقه. بعدين هو قال في شي مش طبيعي، يعني أنا صار لي يومين حماري بفوت على الحنفية وبيطلع من الحنفية، مين بده يصدقني؟ بلكي أنا إيش ابني شي مريض. فقام راح على المورستان. مورستان بأيام زمان يعني مستشفى المجانين سموها كانوا بالزمان، السرايا الصفراء. فقام راح على المورستان وقعد هنيك 3-4 أشهر. طبيب اللي عم بيعالجه قال يا زي عمي إذا أنا مجنون هو مجنون، ما أشبه شيء. طلع وأهل الضيعة احتفلوا فيه بالسلامة وعملوا لي مأدب الطعام وأكل وشرب وتمام التمام، ما أشبنا شيء ما أشبنا شيء. رجع بعد ما خلصت كل هالهيصة هو وحماره عم بيشربوا بالمي، بقوم حماره بيرجع بيتحول لثعبان لحية وبيفوت على قلب حنفية المي. طلع بوجهه بده يصرخ ويفتح تمه ويعمل ياه، بلع. طلع فيه للحمار والحمار عم بيعمل له براسه هيك وهو عم بيعمل له هيك. قال له ليك يا صاحبي أنا شايفك مثل ما أنت شايفتي، بس ما فيي احكي، وليكو هلا كلياتكم هون يمكن كلكم تكونوا شايفينه للحمار بقلب الماسوره، بس الزلمه فيكم يحكي.
ليش قلت لك انه في مجانين كثير عم تحكي ونحن ساكتين ومش عم نحكي؟ انا كان هيدا المقصود فعلا. قصدت الهدف قبل ما تعرفي الحكايه. فهيدي الحكايه هي نموذج عن كثير اشياء بنشوفها بحياتنا، شايفينه للغلط بعيوننا، بس يا عم مش على طول فينا نحكي، بدك مين يصدقنا انه احنا مش مجانين. يعني جميلة جدا هالقصة تنطبق على الواقع. أنا بختام هاي الحكاية وجه تحية للحاج عبد أبو شريعة من فلسطين من بئر السبع. نعم. لأنه هاي الحكاية زلمة صاحب الحكاية متوفي. نعم. ولكن ابنه بسبب انتشار هاي الحكايات على السوشيال ميديا تواصل معي وقال لي في إلي عندك حكاية. فأنا جدا سعدت إنه كيف الناس عم تبعت حكايات ترجع تخبرنا إياهم لنرجع نحن نحكيهم. فأنا بوجه كتير تحية للحاج عبد الله حاج عبد الله يرحمه. نعم. ولابنه كمان اياد ابو شريعة. يعني كل التحيه له وكل التحيه لكل شخص بيبعث من الحكايات الشعبيه، لانه هي تراث. حلوين. ومن الجميل جدا انه دائما نعيد احياء التراث. صح. طبعا تحيه، يعني هو من بئر السبع اكيد، يعني هولي عرب 48 العرب الداخل الفلسطيني، كل التحيه لهم، لفلسطينيين كانوا في القدس، في رام الله، في قطاع غزه، في بئر السبع. يعني هؤلاء المناضلين كلنا قاعدين عم بنشوف شو عم بيصير هناك. صحيح. المناطق الفلسطينية وفي القدس بالتحديد، يعني وحي الشيخ جراح، ان شاء الله الله ينصرهم جميعا ان شاء الله يا ربي. هذا اللي نتمناه. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.